It's a special day today, 11/11/22. It's a good day to have a press conference. I'm happy to moderate this session, this press conference called Core Values and Ethical Principles for Climate Action. And it's organized by Brahma Kumaris. And also a warm welcome to those of you watching online. My name is Sonia Olsson, and I'm moderating this session on behalf of Brahma Kumaris, and we are a part of the faith-based community, TUCOP. We have been active participants in every COP since Copenhagen 2009. We have advocated that going to the roots of the crisis has to be part of the solution and ambitions climate action. حل وأن يكون هناك عمل مناخي مناسب. ما نفعله لإيجاد أصل المشكلة هو أننا نحتاج أن نتعامل مع العقول وأن نرفع مستوى الوعي وأن نتحدث عن مصلحة الجميع. جميع الكائنات وبما فيها البشر يدفعون ثمن هذا التغير. في هذا المؤتمر الصحفي أود أن نبتعد عن مجرد الحديث وأن نبدأ من الخارج. لدينا العمل المناخي أجولوبيل وسوف ننتقل إلى داخل القيم التي نعليها. ومعنا توماس هيرش مديرة تنمية المناخ في ألمانيا. وأخيرا سوف نتحدث عن الوعي من خلال مدير البرنامج بالمملكة المتحدة. وسوف نبدأ هذا المؤتمر الصحفي وسوف نعرض بعض الشرائح. ومعنا سيادة المستشار الذي سيبدأ في عرضها التقديمي ويتحدث عن براما كوماريس باعتبارها أحد مؤسسات استخدام الطاقة المتجددة في الهند، ولديهم مشروع الهند واحد، وهو المشروع البحثي الذي ترعاه الحكومة الهندية والحكومة الألمانية، ويتعامل مع الحلول المستدامة والمنهجيات الإخلاقية والعلمية. مرحبا بك جولو. شكرا جزيلا سونيا، ومرحبا بكم في مؤتمرنا الصحفي. مشكلات البيئة متعددة ويمكن أن وكانت بدأت من 40 أو 50 سنة، وراما كومارو دشنت مبادرة، وكان هذا في ولدينا اجتماعات منتظمة في كوبنهاجن. هذه المبادرة المناخية نتعامل معها من خلال القيم والمبادئ التي هي تعتبر هامة جدا لتغيير وتحسين أسلوب الحياة. نحن نحاول أن نغير العقليات لدى الأفراد وأن نتعامل مع مستويات أخلاقية يتبعها الجميع. وجميعكم تتابعون القضايا الخاصة بالكوب، وقد تكونوا لمستم أن الجانب الأخلاقي قد يكون بعيدا عن هذه المناقشات، ونحن نستطيع من خلال هذه النماذج الأخلاقية أن نغير شيئا في الطبيعة. وبالطبع تقليل بصمة الكربون أمر مهم جدا، وذلك من خلال استخدام الطاقة المتجددة. ولكي نشجع تغيير العقول الخاصة بالبشر فإننا أيضا نناصر وندعم القضايا الخاصة بالتخفيف، ونحن نستخدم الضحك ونستخدم التفكير ونستخدم أساليب مختلفة. ويمكن أن تقوم بالتفكير والتأمل لمدة 5 دقائق يوميا، وتستطيع أن تحصل على مشاعر جيدة خاصة بالعالم لأصدقائك وللطبيعة، وأيضا تستطيع أن يكون لديك حلول جيدة في التفاوض.
وهذا متاح للجميع. نحن أيضا نشطين جدا في مجال الطاقة المتجددة، ودراما كومارو تتعامل مع الموارد الطاقة الشمسية، ومنذ لدينا أبحاث وتطورات حول الطاقة الشمسية بدأت منذ حوالي 30 عاما، ولدينا حوالي 7000 مركز، ونحاول أن نطور الطاقة المتجددة وننشر هذه المبادئ في مراكزنا، ويتم إنتاج أكثر من 400 كيلو وات. وفي الخلفية هنا يمكن أن تروا نظام الطهي الذي يعتمد على الطاقة الشمسية. هذا نظام طهي مبني بالطاقة الشمسية، تم بناؤه في عام 1977 وما زال يعمل حتى الآن، ويتكون من 24 وحدة، ويشرف على هذا البرنامج الحكومة الألمانية. وهذا النظام الذي تم بناؤه في عام 1999، وهو أيضا نظام الطهي باستخدام الطاقة الشمسية، والتكلفة في هذا الوقت كانت حوالي 450 ألف دولار. ولدينا مشروع الهند واحد، وهو برنامج لاستخدام الطاقة الشمسية. والشيء الهام في هذا البرنامج أنه يهتم بتخزين الطاقة، ولدينا برنامج يتعامل مع أيضا مع الطاقة الحرارية، ويمكن أن نوفر قدر كبير من الطاقة. ولدينا مشروع أيضا تشرف عليه وترعاه الحكومة الألمانية والحكومة الهندية. نحن أيضا نشطاء جدا في مجال التعليم، وننظم أكثر من 40 ورشة عمل للمهندسين المهتمين بهذا المجال، ولدينا مئات الآلاف من الزيارات التي تأتي إلينا كل عام. برنامج الطاقة الشمسية المتجددة هو برنامج متكامل، وتشجعه هيئة براما كوماروز، وهو يدار بواسطة النساء، وأتمنى أن تتفقوا على أنه إذا ما كانت النساء في موضع القيادة فإننا يكون لدينا مشاكل أقل في العالم. ننتقل هنا، إذا ما اتحدت أيدينا وإذا ما فتحنا قلوبنا على مشاكل المناخ فإننا نستطيع أن يكون لدينا عقول تشعر بالسلام نحو العالم، ونختار التكنولوجيا المناسبة، ونستطيع أن نكون فاعلين في معالجة المشكلات المناخية. المال متاح، والتكنولوجيا متاحة، والاستراتيجيات متاحة، ونحتاج أن نغير الفكر نفسه. نحن نعمل منذ سنوات عديدة، ونحن موجودين في المنطقة الزرقاء، وأشكركم جزيلا على انتباهكم، ويمكن أن تحصلوا على المزيد من المعلومات من خلال زيارة الجناح الخاص بنا. شكرا جزيلا جولو، ولمشاركة ما نقوم به وما تحتاجه العقليات المتعلقة بنقل التكنولوجيا. إذا ما كنا نتحدث عن ما يجب أن نفعله، نحتاج أن نحدد كيف يمكن أن نكون. ومعنا توماس. مرحب. توماس هو دبلوماسي وجغرافي وعالم في مجال المناخ والتنمية، وهو مستشار عالمي. منذ عام 2014 نشر العديد من الأبحاث بست لغات، وهي تتعامل مع تمويل الكوارث المناخية، وهذا أمر مرتبط ارتباطا وثيقا بهذا الكوب. ونحن نتحدث، يتحدث توماس باعتباره أحد المستشارين السياسيين في هذا الشأن. لذا نرحب بك توماس. شكرا جزيلا سونيا، شكرا على لقائي. وكما سمعتم، شكرا للقائي وكما سمعتم،
نحن نتحدث ونتعامل مع الأمر من خلال القيم والمبادئ، وسوف أناقش كيف يمكن أو ما هو الدور الذي يتم لعبه في مفاوضات المناخ. ولدي ثلاثة قضايا أناقشها معكم. الأول، القضية الأولى مرتبطة جدا بالموضوع. نحن مرتبطين بتقديم ما نسمي البوصلة الأخلاقية للمفاوضات المناخية. هناك الكثير من الأفكار التي تتكامل مع المنطقيات الخاصة بصنع السياسات وفي القطاع الاقتصادي. صانع السياسات يتخذون قرارات والأمر لديه مرتبط بالمصالح، هم يسعون لإعادة انتخابهم، والنساء يتخذون القرارات اعتمادا على العائد على الاستثمار الخاص بدورات صنع القرار لمدة من 5 إلى 12 عام. الشيء المفقود هو المنظور طويل المدى في مفاوضات المناخ، وهذا يتناول القيم الأخلاقية والجوانب الأخلاقية التي يجب أن تظهر على الصورة، وهي بعيدة المدى ويمكن أن ترشد والقرارات التي يمكن اتخاذها عبر حياتنا. وهذا التعامل طويل المدى مع اتخاذ القرارات يمكن أن يكون مفيدا حين نتناول التحديات الخاصة بالتغير المناخي، وبالتالي لكي نبحر في هذه التحديات الخاصة بالتغير المناخي. والبوصلة الأخلاقية تتعامل مع التعامل طويل المدى الذي نحتاجه من الناحية الاقتصادية والسياسية. إذا لم نكن مرتبطين بالأخلاقيات، فإن الدبلوماسية المناخية لن تقدم ما نحتاجه للتغلب على ظاهرة التغير المناخي. حين نتحدث على القيم والأخلاقيات، وهنا أنتقل للنقطة الثانية، فإننا هنا يجب أن نعرف ما هو الأساس في ذلك. هناك قضية العدالة المناخية، وهي في قلب هذا الموضوع. الجميع هنا يتحدث عن العدالة المناخية، ولكن في الواقع العدالة المناخية هي أي شيء، ولكنها ليست مفهوم بسيط. إذا ما نظرنا إليها ستجدون أنها متعددة الأوجه، وهناك العديد من المشاركين في تلك القضية، وقد يكون هناك بعض التضارب بين المشتركين في تلك القضية. ما هي الأوجه المختلفة للعدالة المناخية؟ نحن نتحدث عن العدالة نحو الفقراء والمستضعفين، هؤلاء الذين قاموا بأقل شيء، لم يقوموا بشيء يذكر لزيادة مشكلة المناخ. وبالتالي فإننا أيضا نتحدث عن تقديم العدالة لمن قد يفقدون وظائفهم بسبب الانتقال إلى اقتصاد صفر كربون، وبالتالي هم يجب أن يتم تعويضهم. نتحدث عن العدالة مع الطبيعة، وهذا نتحدث عن العدالة بين الأجيال وحق الأجيال القادمة في أن يكون لديها سلطة اتخاذ القرار الخاص بها وتحديد مصيرها، وهذا فيما يتعلق بمجال الدبلوماسية المناخية. القضية الثالثة التي أتناولها هي قضية الأخلاقيات فيما يتعلق بالمفاوضات المناخية، وباعتبارها شرط مسبق لتحقيق تحالفات تشمل كل أصحاب المصلحة ومجموعاتهم. ما الذي نعنيه بذلك؟ الأخلاقيات يمكن استخدامها لتحقيق التواصل مع الآخرين ومع البيئة من خلال
الحواجز المختلفة، وإذا ما نظرنا إلى هذه المجالات فإننا نجد أن لدينا 4 طبقات. على السطح لدينا السياسة، نتحدث عن الحلول المتنافسة مثل الخسارة والضرر، والطبقة الثانية نتحدث عن النقلات وهي الأدوات السياسية التي يتم استخدامها، والطبقة الثالثة لدينا الارتباطات، وفي الطبقة العميقة لدينا القيم المرتبطة. وهذه هي نقطتي الأخيرة، إذا لم تستطيع الاتفاق على شيء فيما يتعلق بذلك يمكن أن نصل إلى المستوى العميق أو الطبقة العميقة من هذا الحوار، وهي المتعلقة بالأخلاقيات. وهنا يمكن أن نرى أشياء يمكن أن تساعدكم لكي نتفق في النهاية على حلول جديدة سوف تساعدنا في التغلب على قضية التغير المناخي. وشكرا، شكرا جزيلا توماس. كنت أشرح الطبقات المختلفة والقيم وأيضا المنظورات طويلة الأجل، ونذهب إلى أكثر عمقا ونتحدث عن الوعي. لدينا مديرة البرامج براما كورس في المملكة المتحدة، ولديها خبرة طويلة في مجال الحوار في الحوار الديني وكذلك الحوار بين الأديان. وفي عام 2022 سافرت إلى أوكرانيا حيث كانت هناك مبادرة خاصة بأوكرانيا هناك، وكانت جزء من المنتدى الإنساني للحوار، وأيضا كان لديها جلسة حول كوب 27. لذا نرحب بك كامورين. شكرا، شكرا على هذا التقديم، وشكرا على ما المعلومات التي شاركها زملائي توماس وفو. وقبل أن نتحدث على المنظورات المختلفة، تحدثنا عن الشرائح المختلفة والنماذج المختلفة. إذن هذا منظور طويل. إذن الأمر كله متعلق بالطريقة التي نتخذ بها القرارات والتي نخلق بها السياسات. ولدينا أيضا قضية الوعي والتي يكون لها تأثير على المناخ. وما هو الوعي؟ وما الذي يعنيه؟ تطلبون أن أرفع صوتي؟ أنتم لا تسمعونني؟ نعم. كل الأعمال التي نعملها لديها تأثير على المناخ، لأن الوعي دائما حاضرا، والوعي أيضا مرتبط بالذكريات والعواطف واتخاذ القرارات، وكل هذا مرتبط بالإرادة والنية. هذا جزء مننا، إن عملنا مرتبط بالوعي، وهذا يأتي من الداخل إلى الخارج. وإذا ما رأينا في عالم اليوم وبشكل عام، فإن هناك الكثير من العنف المرتبط بالوعي الإنساني، وهذا له تأثير على العالم الطبيعي بشكل مباشر من خلال المشاعر التي تظهر في الطبيعة. وبالطبع هناك مشاعر وأحاسيس ترتبط باتخاذ القرارات طويلة الأجل فيما والتي ترتبط بمصلحة البشرية عموما، وكذلك استدامة البشرية. ولذلك المطلوب هو أن يكون هناك تحولا كاملا
ولكي يحدث هذا بشكل فردي فإن كل فرد مننا ممكن أن يكون مسؤولا عن ذلك. وهناك زيادة في تلك الموجات وهذا قد يبدو ويؤكد أن البشر جزء من هذا التحول. كنا نتحدث أمس عن الإحباط التي نشعر به في مفاوضات ومؤتمرات المناخ وكذلك الإحباط من أنك قد لا تستطيع تحقيق هدف ما. وكان معنا الرئيس شارما وكان دائما يومئ بالإجابة على ما نقول. ونحن نبدأ في التحول ليس فقط في تحول القرارات السياسية ولكن أيضا الطريقة التي نتعامل معها ونرتبط معها بالطبيعة. ويجب أن ننتقل إلى علاقة احترام بدلا من علاقة الاستغلال. يجب أن تكون لدينا علاقة فهم وأن نكون جزءا من نظام الحياة الذي نشترك ونشارك فيه. نحن لسنا منفصلين. ومنذ عدة سنوات حتى اليونسكو بدأت في استخدام عبارة تغيير العقول وليس المناخ. إذن فإن تعريف أهمية العقول مهم جدا. نحن أيضا مرتبطين بأن يكون لدينا نوع من الحكمة في اتخاذ القرارات، وهذا يجب أن ينعكس على مفاوضتنا اليوم. هذا أمر مطلوب جدا. وفي هذا الموقف فإنه من الممكن أن يكون هناك استدامة للعمل. أيما كانت القرارات وأيما كانت السياسات التي نتبناها وأيما كانت التغيرات التي نجريها في نظام حياتنا فإننا نحتاج أن نكون مستدامين. ولهذا وهذا